شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مؤتمر قمة الشرطة العالمية بدولة الإمارات باعتبار تجربة الصندوق من التجارب الرائدة، وذلك بحضور 60 قيادة تنفيذية ومتخذي القرار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. حول هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني بالدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. دكتور أحمد أهلا بيك معنا. مساء الخير، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور أحمد كلمنا بالتفاصيل أكتر عن مشاركة الصندوق في قمة الشرطة العالمية، خاصة أنه زي ما أنا قلت أنه الصندوق بينظر لي على أنه هو من التجارب الرائدة في هذا المجال. في الحقيقة زي ما حضرتك ذكرتي، يمكن الصندوق في خلال الفترة الأخيرة قدر أن هو ينجح، يعني يحقق نجاحات كبيرة، وفي كتير من الدول العربية النهاردة بتتعامل مع الصندوق باعتباره بيت الخبرة في مجال خفض الطلب على المخدرات. ويمكن ده كان السبب الرئيسي في تلقي الصندوق دعوة كريمة من القيادة العامة لشرطة دبي أن يستعرض فيها تجربته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان، وإزاي قدرنا نرتقي بجودة حياة المتعافين. يمكن إحنا بنتبنى المفهوم الشامل للتعافي، ما بنقفش على ان المتعافي يتوقف عن التعاطي ويبطل المخدرات، لا، ازاي يحصل تغيير حقيقي في نمط حياته، ازاي يرجع مره ثانيه عنصر فعال في المجتمع ويكون ليه دور ايجابي. دكتور احمد، يعني دي نقطه مهمه جدا، ازاي شايف اهميه فكره ثقافه التعامل مع المتعاطي واهميه النقطه دي بالنسبه للمتعاطي، ان احنا بنعتبره ان هو مريض وتم علاجه، ازاي شايف اهميه ادماجه في المجتمع؟ الحقيقه دي اهم نقطه بالنسبه لنا، يعني يمكن ان كتير قوي لما تهمينا ان احنا ندرس اسباب الانتكاسه وان المريض يرجع مره ثانيه للمخدرات، اكتشفنا ان عدم وجود فرصة عمل هي احد اهم الاسباب الرئيسية للموضوع ده. فكان لازم ان احنا يكون عندنا حلول خارج الصندوق زي ما بيقول. فعشان كده فكرنا ان احنا نوقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، مبادرة اسمها بداية جديدة. قدرنا من خلالها ان احنا نوفر قروض صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الادمان. يقدروا من خلالها ان هم يعني يبتدوا حياتهم، يكون عندهم مشروعات تدر عليهم دخل يحميهم من الانتكاسه، وفي نفس الوقت يشغلوا وقتهم بشيء ايجابي جدا ويبتدوا يفكروا في مستقبلهم. احنا لغايه النهارده قدمنا قروض بما يقرب من 6 مليون جنيه. الجميل بقى يا فندم ان كل اللي حصلوا على قروض ملتزمين جدا في السداد، ملتزمين جدا على تعافيهم ومحافظين عليه، واعتقد ده نجاح التجربه بصوره كبيره. طبعا طبعا، يعني فكره انه حتى نسبه الانتكاسات بتقل بشكل كبير عند يعني الـ الشباب او الاشخاص اللي بيقدروا ان هم يندمجوا مع المجتمع. طيب دكتور احمد، هل شايف انه ثقافه المجتمع نفسها يعني قدرنا ان احنا نغيرها في يعني تعامل المجتمع مع الاشخاص المتعافين من المخدرات؟ بصي طبعا، يعني فكره الوصمه المرتبطه بتاعت المخدرات هي يعني ما زالت موجوده. وكثير جدا بيعانوا منها، يمكن الصندوق في خلال الفتره اللي فاتت بدا يشتغل عليها بصوره كبيره، وبدانا ننفذ انشطه رياضيه وثقافيه للمتعافين من الادمان. يمكن عملنا دوري رياضي حضروا 130 متعافي، وكان في نهايه الختام بتاع الدوري حضر السيده الوزيره نبيل القباج وزيره التضامن، السيد وزير الشباب والرياضه، بعض الشخصيات الإعلامية والمشاهير من لاعيبة الكورة. كل ده بيحسس المتعافين إن الناس دي كلها جاية بتحتفي بيك، الناس دي كلها جاية بتشد على إيدك، الناس دي كلها فخورة إن أنت قدرت توصل للنقطة دي وإن أنت تعافيت بعد الرحلة الطويلة دي. ودي يعني نفسنا برضو إن الإعلام يساعد معانا في النقطة دي، إن المدمن ده شخص مريض في الأول وفي الآخر، محتاجين إن إحنا كلنا ندعمه ونشد على إيده. صحيح. طيب دكتور أحمد، دكتور عمرو عثمان من خلال تواجده في مؤتمر يعني قمة الشرطة العالمية كان أعلن عن إعداد مشروع الخطة الوطنية 2022-2026 برؤية موحدة لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة. هل ممكن نتكلم عن الخطة دي وأهمية هذا البعد والتعاون العربي في هذا المجال؟ طبعا دي من ضمن النقط يعني الإيجابية جدا، زي ما قلت لحضرتك، إن باعتبار إن الصندوق أصبح بيت الخبرة في مجال
مجال خفض الطلب على المخدرات ان صدر قرار من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه بجامعه الدول العربيه ان الصندوق يحط الخطه القوميه للدول العربيه خطه متحده. يمكن الصندوق عنده باع كبير في ده. ويمكن اقول لك بشكل سريع جدا المحاور، طبعا تفاصيلها كبيره، ولكن بيكون عندنا محور متكامل عن الوقايه ونبتدي بيها دايما. الوقايه ده شيء مهم جدا من الحملات الاعلاميه الكبيره اللي بنقوم بيها، وازاي بنوعي في المدارس وفي الجامعات وفي مراكز الشباب، ازاي بيكون عندنا بنستغل النشاط المسرحي. كل ده مهم جدا في مجال الوقايه. كمان عندنا المجال الاكتشاف المبكر، ازاي ان احنا بنفعل دور الحملات الخاصه بالكشف عن المخدرات سواء على الموظفين او سواء على الطرق السريعه وسائق الحافلات، ده مهم جدا. كمان اتاحه العلاج والخدمات العلاجيه والدمج المجتمعي والدمج الاقتصادي للمتعافين اللي احنا لسه بنتكلم عليه، كل ده خطوات مهمه جدا. كمان تدريب الكوادر العامله في مجال علاج الادمان، وكل شويه ازاي نخرج كوادر جديده. يمكن الصندوق كان سباق انه عمل اول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات معتمد من المجلس الاعلى للجامعات مع جامعه القاهره. النهارده ناس كتير جدا بتحاول تقتدي بيه. فكره القياده والحوكمه، ان ازاي كل ده يكون بشكل يعني تكنولوجي ومرصود، وازاي نقدر نديره بشكل سلس. نعم، عن طريق طبعا قاعده بيانات. نعم طبعا طبعا.